أهلا بكم. يعتقد البعض أن الاستثمار شيء معقد وأنه أمر يخص الأثرياء وحدهم، وهذا اعتقاد خاطئ بالطبع، وهو اعتقاد لا يدعم أهدافك ويقتل حلمك في تحقيق نجاحك المالي المنشود. إن الاستثمار هو الطريق الذكي إلى الاستقلال المالي، إنه فن توليد المال من المال بجهد ذكي، وكل فكرة تصب في نفس المفهوم فهي استثمار. ويوجد اليوم في عصر ثورة العولمة والتقنية العديد من الخيارات الأمثل لاستثمار رأس المال حتى وإن كان مبلغاً متواضعاً. إذا كنت الآن لا تملك رأس المال الذي تحتاجه، فابدأ بتأسيسه الآن. ابدأ بالادخار المنتظم، ابدأ من هذا الشهر وليس الشهر القادم. ابدأ في استثمار وقتك ومهاراتك وطاقاتك قبل استثمار مالك. فقدرتك على التعلم واكتساب المهارات والقدرة على السعي والعمل وطرق أبواب الرزق المتعددة والمتنوعة هي أعظم ثرواتك المالية.